اليوم شهدنا احتفاء وتقديما لكتاب رسالة الوداع الأخيرة لفخامة الإمبراطور المعظم كوفيد 19. هذا الكتاب هو نوع من التأمل في ما حاط بنا في زمن الكورونا وما بعدها. فلذلك التجأت إلى أسلوبين: أسلوب السخرية، أسلوب البارودية. ليس لأننا نريد أن نمزح ونبسط، بل أن نعيد تأمل في كورونا بنوع من السخرية، بإخضاعها لنوع من البسط الذي يجعلنا نعمق أسئلتنا فيها ونعمق فهمنا لها بشكل مرح كما يقول نيتش. ولذلك جاء الجزء الأول من الكتاب كله مقالات ساخرة من الإمبراطور كوفيد 19، والعنوان نفسه يحمل هذا النوع من البارودية. كيف لمخلوق صغير ميكروسكوبي أن يجعلنا كلنا ضحية حجر صحي وضحية يعني خوف ورهاب كبيرين منه حتى اليوم. ولذلك في رسالة هذه رسالة الوداع الأخير للإمبراطور كوفيد 19، مثل رسالة الدكتاتور الأخيرة أو الوداع، خطاب الوداع الأخير للدكتاتور، أنه يودع الأرض لكنه بعد أن زلزلها، بعد أن قام القيامة فينا، بعد أن زلزل اطمئناننا إلى العالم، بعد أن زعزع ثقتنا بالعلوم ذاتها، بالعلوم التي كنا نعتبر أننا سعداء باكتشافها، بسعداء بأن حررتنا وجعلتنا أسياد العالم، فإذا بنا نكتشف أننا لم نكن كذلك أبدا، إننا مجرد كائن صغير في عالم ضخم. يجب على الإنسان أن يعيد تأمل ذاته، أن يعيد الاعتبار لكينونته البشرية، وأنه موجود مع وليس وجودا لأجله فقط، إنه وجود صحبة الأشياء الأخرى، كانت شجرة، وردة، زهرة، مناخ، هواء، لا يمكن أن يعيش بدونها، فإذا يجب أن يتعلم أن يعيش معها. وهذا العيش مع تتعني أساسا أن نتواضع في الوجود كقيمة أساسية، كقيمة إنسانية. فلذلك جاء الجزء الثاني من الكتاب رسالة الوداع الأخير للإمبراطور كوفيد 19 في محاولة لكي أدخل الكوفيد 19 إلى مختبر التحليل، مختبر التأمل، مختبر الفكر الفلسفي الذي يجعلنا نعي ما هي أبعاد ما أحدثه كوفيد فينا، ما هي الآثار التي تركها فينا، حتى وإن رحل ستبقى معنا داخلنا وستعيد توجيه أسئلتنا مستقبلا. هذا ما فعلته في كتابي في هذا الموضوع.